تواصلنا يستمر مشاهدينا الاعزاء، والتحية مستمرة على ارضية هذا الميدان، ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في منطقة سواحان، حيث تتوالى الانطلاقات، تتوالى التحديات على ارضية هذا الميدان. شوط الختام الخاص بالابكار اللقاية المهجنات الاصايل، نتابع الصدارة والمقدمة. المركز الاول من تتقدم هيلة، محمد الحزيب القناص العامري ياتي على الصدارة ويقدم هيلة على الصدارة على البداية وعلى المركز الاول، بينما المركز الثاني هنا الوصول بهذه اللحظات من خلال تواجد انجاز سالم بن سعيد بن عمان المهيري، ياتي ابو سعيد يقدم لنا هذا المسار ويتابع هذا الاداء من خلال تواجد انجاز، بينما ابو قبي بدا يتدخل في هذه اللحظات من خلال ذخر سيف بن محمد بن سيف ابو قبي المزروعي والشعار الداخل اليافل حمد بن علي بن محمد النعيمي. والمركز الخامس نتابع الحضور في هذه اللحظات مع منحاف، هنا عبد الله بن خلفان بالسايق المزروعي بشعار ابو سالم في هذه اللحظات مع المركز، هنا ايضا الخامس والمركز السادس، هنا الوصول مع النعيمية محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والمركز السابع هنا سمحة مطر بن غالب وحبل المنصوري، ومن الجانب الاخر النوادر حمد بن مبارك بن احمد المهيري. والمركز التاسع هنا الوصول في هذه اللحظات من خلال تواجد العبارة، هنا تتقدم في هذه اللحظات سلطان بن عبد الله بن مسلم العطوي ياتي ويقدم قدم العبارة في هذه اللحظات. والمركز العاشر هنا زريق سعيد بن السيل اليابوني. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة المنطلقة في هذا الشوط، الحاضرة بالإبداع المميز، المنطلقة بالأداء الكبير من خلال تواجد هذه الأسماء القوية، من خلال حضور هذه النوعيات من الأبكار، المنطلقة في هذا الشوط، الحاضرة بالإبداع المميز، المنطلقة بالإبداع الكبير الذي يظهر بوجود هذه الأسماء القوية. ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع المقدمة، نعود مع المركز الأول، مع الأداء الأول، مع التحدي الأول. هذا بالحزم، هذا بالحزم يتقدم على البداية، ينطلق مع هذا المسار، يواصل هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات، يتقدم بنوعياته المستمرة، يتقدم بسلالاته القوية، يتقدم في هذه اللحظات بامتلاكه واقتنائه لنوعيات قوية للغاية. هنا يتقدم بالحزم في هذه اللحظات من خلال تواجد وإبداع وحضور، هنا أيضا على الصدارة، هنا وهيلة محمد الحاجي بن قناص العامري يتواجد على البداية، بينما المركز الثاني نعيمية محمد العتيق بن زيتون المهيري، المركز الثالث ذخر سيف بن محمد بن سيف بوقبي المزروع، يتدخل شعار بن عصيان، حضر شعار بن عصيان مع غيهبان حايم بن محمد بن عصيان المنصوري، خذ المركز الرابع، بينما النعيمي خامسا ياتي مع اليافل حمد بن علي بن محمد النعيمي، خذ المركز هنا ايضا الخامس. المركز السادس هذه القادمه، هذه المتقدمه، هذه الواصله في هذه اللحظات، هنا علاج تتقدم تحمل رقم 25، هذه علاج هنا يقدمها حمد بن سالم بن العضير العامري بشعار راعي العضدي، يتقدم في هذه اللحظات ويقدم هذه الانطلاقة. حضر هنا ايضا الشبل، حضر الشبل في هذه اللحظات يقدم شعاره، والحضور مع صدى سالم بن سعيد بن منانة يتقدم في هذه اللحظات، وصلت الاسماء، حضرت الشعارات، ولكن ابو قبي، ولكن ابو قبي صامدا مع ذخر، صامدا مع ذخر على الصدارة، على المقدمة، على المركز الاول، وهيلة من الجانب الاخر محمد الحزيب الناس العامري، وهنا ايضا بن عضيلي وبن عصيان والنعيمي وبن زيتون، ظهر بالحزم بظهور الكبار، ظهر بالحزم بظهور العمالقه، ظهر بالحزم بظهور نوعياته، ظهر بالحزم بظهور سلالاته القويه. هنا مع البدايه هذه وهيله محمد الحزم الناس العامري وبن عصيان، وبن عصيان قادم مع المركز الثاني وبن منانه وابو قبي، ولكن بالحزمي
ولكن بالحزمي. الله يا بالحزمي، الله يا بالحزمي، بنقاطها المتكررة هنا مشاهدينا الأعزاء والمتتالية. سلام وهيلة، سلام سلام هنا أيضا لمحمد الحزمي بن ناصر العامري. المركز الثاني سالم بن سعيد المنانة، ثالثا شعار بن عصيان، رابعا مع أبو قبي، وخامسا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هذه النتيجة 6 دقائق 6 ثواني، التوقيت المصاحب لهذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك هنا أيضا وهيلة محمد بن حازم بن قناص العامري على هذا الفوز والانتصار.